على جثمان فقيد الكويت الراحل جابر الصباح رحمه الله، وأسكنه نواف الأحمد الجابر الصباح مع الصديقين والشهداء والأبرار، وحسن أولئك رفيقا. لا إبراهيم. وبعد التكبيرة الثالثة الدعاء له، وبعد التكبيرة الرابعة اللهم الهدار الخير من داره. الله ورعاه وكبار الشيوخ وجمع غفير من أهل القينا فيك الأب الرحيم والشيخ الكريم، عرفناك رقيق القلب منزل الأبرار، نسأل الله العلي القدير والمستقبل. مشاهدين الكرام، وعبر تلفزيون